السلام عليكم، انا مستر احمد حاتم ودي مدرسه البيولوجي. هنبدا النهارده باذن الله نتكلم عن اول ليسون في المنهج اللي هو الكربوهيدرات. طيب انت مش المره اللي فاتت قلت ادنا ليسون؟ لا، كان انتدكشن ليسون، قلت لك حاجه كده بسيطه كده بتسلك بيها زورك. كان اهم كان هو عباره عن ايه اصلا، او اسم الانتدكشن ليسون كان الماكرومولكيولز، وقلنا ان اهم حاجه في الماكرومولكيولز البيولوجيكال ماكرومولكيولز. قلت لك ان دي اللي هنتكلم عليها في الكيميكال ستراكشر كله، هي عباره عن بيولوجيكال ماكرومولكيولز. قلت لك اهم حاجه في البيولوجيكال ماكرومولكيول كانت حاجه اسمها البوليمر فورميشن. ازاي البوليمر نفسه بيحصل له فورميشن؟ قلنا ان البوليمر عشان يطلع عندي بوليمر كده بيبقى عباره عن شويه مونومرز، يبقى المونومرز بيحصل كومبينيشن بتوين ميني سمولر مولكيولز اللي هي مونومر، فبتكونني بوليمر. تمام. طيب تيجي في بروسيس، البروسيس دي اسمها ايه؟ اسمها بوليمرايزيشن بروسيس. يبقى عندنا بروسيس اللي بتعمل لي كومبينيشن بتوين الميني سمولر مولكيولز عشان تكونني البوليمر. البروسيس دي اسمها البوليمرايزيشن بروسيس. نبدا مع بعض النهارده باذن الله في الكربوهيدرات. بس قبل ما نبدا انا عايزك، المفروض انت تاخد الكربوهيدرات والبروتينز والليبيدز والكلام ده اللي هيجي مع بعضه ده كله ليه؟ انت المفروض تكون فاهم ان في حاجه اسمها نيتريشن. نيتريشن ده اللي هو عباره عن ساينتفك ستادي، يعني هو اصلا دراسه كده علميه. دلوقتي في علم اسمه علم التغذيه، صح؟ زي ما انت بتروح للجيم، بتروح للدكتور، دكتور تغذيه، كل ده في حاجه اسمها تغذيه. دلوقتي هي اساس التغذيه ده بيكون متعمق بقى اكتر في الكربوهيدرات والليبيد والبروتين. ده الاساس بتاع التغذيه. تمام. ان اي اكل انت هتاكله في حياتك هو عباره يا اما في كرب، يا اما في ليبيد، يا اما في بروتين، يا اما بقى يبقى مع بعض ده كله. تمام. وهنفهم مع بعض باذن الله كل حاجه. ولو في حاجات مش في المنهج ممكن تفهمك اكتر، هعمل لها فيديو منفصل عشان الناس اللي عايزه تفهم اكتر عن النيوتريشن والتغذيه. باذن الله ربنا قدرنا ونعمل حاجه زي كده. طيب نبدا مع بعض بقى في المنهج بتاعنا. ايه الديفينيشن بتاعت الكربوهيدرات؟ بصوا تبقوا عارفين الديفينيشن اللي هنتكلم عليه هيثبت معانا ما عدا حاجات هتتغير في يونت، في شابتر 1 وشابتر 2 في يونت 1. يعتبر هو نفس الديفينيشن، نفس الدخله بالظبط، بعد بس هنغير كلمه بوليمر كلمه المونيمر. ازاي؟ هنفهم مع بعض. الكربوهيدرات بيقول لك هي بيولوجيكال ماكرومولكيولز، تمام، اللي هي بوليمر كونتين اوف ميني سمولر مولكيولز المونيمر. تمام. واحده واحده عندنا هنا ايه؟ هنكتب بوليمر كونتين اوف ميني اف ايه اوف مونيمرز، صح؟ البوليمر هنا هو الكرب، البوليمر هنا هو الايه؟ الكربوهيدرات. طب المونيمر بقى هنا اسمه ايه؟ اسمه مونوساكرايد، عشان مفيش مكان، يعني هي إيه؟ مونوساكرايد. اوكي. طيب يبقى انا عايزك تبقى فاهم ان عندي البوليمر ده، البوليمر ده اللي هو مين؟ الكربوهيدرات. contain of many smaller molecules اللي هي عباره عن ايه؟ المونيمرز. ايه هي المونيمر هنا؟ اسمها ايه؟ اسمها المونوساكرايد. ده بقى اللي هيتغير، يعني مثلا في الليبيد هيبقى حاجه ثانيه، في البروتينز بوليمر برضو بس هيبقى حاجه ثانيه المونيمر بتاعته. ان المونيمرز الصغيره دي اللي هي المونوساكرايد حصل منها كومبينيشن وبتكونني البوليمر اللي هو الكربوهيدرات. تمام. طيب عندنا في الكربوهيدرات طبعا انكلود حاجه اسمها الستارش. ها الستارش والشوجرز والفايبرز. ستارش شوجرز فايبرز. واحده واحده كده سريعا كده عشان تبقى فاهم. الفايبرز دي اصلا حاجه كده ما بيحصلهاش دايزيشن. طب ايه بتعمل؟ ايه الفايبرز بتعمل؟ فاشيليت او بتسهل الدايزيشن بروسيس. تمام. بتخش بتساعدك كده انك تاكل وتهضم والاكل يخرج من ايه؟ من جسمك عن طريق الايه؟ الاكسكريشن. اوكي. طيب في بقى عندنا شوجرز وفي عندنا ستارشز. طيب الستارشز والشوجرز دي هنتكلم عليهم مع بعض، بس الفايبرز عشان مش هنتكلم عليها حاولت افهمها لك. تمام. طيب عندنا جنرال فورمولا. يعني ايه جنرال فورمولا؟ انا عايزك تفتكر معايا لما اتكلمنا مع بعض في الانتدكشن ليسون، قلت لك ان البيولوجيكال ماكرومولكيولز دي كلاسيفايد اكوردنج، بيحصل لهم تصنيف اكوردنج من عن طريق ها المولكيولر ستراكشر وايه تاني حاجه الفانكشن. الفانكشن اللي هي يعتبر زي ما نقول كده اللي هي الامبورتنس الى حد ما. طيب والمولكيولر ستراكشر يعتبر بتكلم فيها هنا عن جنرال فورمولا، ان كل واحده هيبقى ليها فانكشن او امبورتنس غير الثانيه، وكل واحده فيهم هيبقى ليها المولكيولر ستراكشر او جنرال فورمولا غير الثاني، سواء كربو ليبيد ما الى اخره، كل لسن غير الثاني ان شاء الله. يعني اكيد ما كناش خدنا لسنز كتير. طيب نبدا مع بعض في جنرال فورمولا. ايه هي جنرال فورمولا للكربوهيدرات؟ هي دي.
بيقول لك دي الجنرال فورمولا بتاعتنا، بتبقى كربون هيدروجين اكسجين، ها الريشيو بتاعتنا 1 تو 1 ريسبكتيفلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي الريشيو عندي او النسبه بتبقى 1 تو 1. يعني ايه الكلام ده؟ وليه عامل هنا مالتي بلاي الكل اول باي ان؟ ليه هنا عامل دي؟ لان ببساطه لو انا قلت لك الان دي مثلا او طلق ب 5، هتبقى هنكتب ايه؟ هنكتب ها سي 5 ها اتش 10 او 5. قلت لك لا انا عايزها 6، فهتقول ايه؟ سي 6 اتش كام واو كام؟ الاو 6 عشان هي زيها زي السي صح، وهنا الاتش هتبقى الدبل هتبقى ايه 12. فيعتبر ريشيو 1 تو 1، يعني الكربون ايكوال اكسجين بس الهيدروجين يبقى الدبل. الموضوع بسيط خالص تمام. دي جنرال فورمولا بتاعت مين؟ بتاعت الكربوهيدرات. بسم الله. طيب كده احنا فهمنا مع بعض ايه هي الديفينيشن. قصه الديفينيشن كلها بتتلخص في انك تعرف ان في حاجه اسمها بوليمر وحاجه اسمها مونومر. البوليمر عندي هنا هو الكربوهيدرات، المونومر بتاعته عباره عن ايه؟ المونوسكرات. ودي من اهم حاجات طبعا اللي عندنا، اني عايز يفهمك ان الاساس عندي بتاع الكربوهيدرات عباره عن ايه؟ حاجه اسمها مونوسكرات. كده احنا فهمنا الديفينيشن. طيب ايه جنرال فورمولا؟ عايز يفهمك ان في عندي فورمولا اللي هي CH2O اللي هي بالظبط الريش 1 تو 1، وبالتالي تفهم ان انا عندي على اساس ده يعني 1 تو 1 ده على اساس ده هي الفورمه بتاعتي. يعني لو انا عندي سي، لو انا عندي سي 5 يبقى اتش 10 يبقى او 5. وده بالمناسبه ليه اسم طبعا، وده ليه اسم، ده مولكيول غير مولكيول ده. ده اسمه ايه؟ ها ده اسمه هناخده مع بعض السكر اسمه الريبوز، وده الجلوكوز تمام. طيب هنبدا نعمل حسب بقى كلاسيفيكيشن عندي في الكربوهيدرات. نتكلم على الكلاسيفيكيشن اوف كربوهيدرات. انا مجمعها لك كلها هنا في اي كتاب هتلاقيها متنطوره كده في الكتب، بس انا حاولت ايه المها لك كده في جدول بسيط يمكن نفهمها مع بعض. طيب عندنا الكلاسيفيكيشن عندي اساسه حاجتين، حاجه اسمها السيمبل وحاجه اسمها الكومبلكس شوجرز. سيمبل شوجرز وكومبلكس شوجرز، احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الشوجرز. اوكي انت لو تفتكر وتكتب في الديفينيشن عندنا فايبرز الكربوهيدرات انكلود ايه؟ فايبر وستارشز وشوجرز صح. وقلت لك الفايبرز هي عباره عن ايه، وقلت لك الشوجرز والستارشز هنتكلم فيهم مع بعض، بس هو بقى نتكلم فيه مع بعض هنا في الايه في الكلاسيفيكيشن. فبيقول لك ان الكربوهيدرات بيحصل لها كلاسيفايد تو سيمبل شوجر وكومبلكس شوجرز. السيمبل شوجر دي اما بتبقى مونوساكرايد اما دايا ساكرايدز، يبقى مونوساكرايدز او دايا ساكرايدز. طيب ببساطه كده يعني ايه، نبدا نقسم الكلمه عشان نفهم، ونقسم الكلمه عشان نفهم كلمه مونو وكلمه دايا. تفتكر كلمه مونيمر؟ قلت لك مونو دي معناها ايه؟ واحد وحاجات صغيره صح. يعني نقول واحد، مونو دي معناها ايه؟ واحد، باللاتيني معناها واحد صح. طيب وضايا اثنين. وكلمه ساكرايدز بالعربي اسمها زي كده نقول سكر، سكريات تمام. فبالتالي كان انت فاهم ان كلمه مونو ساكرايدز وضايا ساكرايدز هي الفكره ان هي تعتبر سكريات، تعتبر يقول لك احاديه من الاخر وسكريات صناعيه تمام. طيب المونو ساكرايدز ايه الاستراكشر بتاعها؟ بيبقى يعني ايه؟ صارف انا جايب الاقلام فانا اوعى بقى في الكتاب. نقول ان هي 1 مونوكيول، 1 مونوكيول. ها ال 1 مونوكيول ده بيبقى كونتين من 3 ل 6 كربون. يبقى تفهم ان المونوساكرايد دي هي عباره عن 1 مونوكيول، بس 1 مونوكيول. ال 1 مونوكيول ده بيبقى فيه من 3 ل 6 كربون. تفهم دي مهمه قوي قوي النقطه دي. ليه؟ انا قايل لك ان انا عندي المونيمر بتاع الكربوهيدرات هو المونوساكرايد، هو ده المونيمر، ده الاساس عندي في كل الكربوهيدرات اللي هو اسمه مونوساكرايد. المونوساكرايد ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن جاست 1 مولكيول، مولكيول واحد. المولكيول ده بيبقى 3 ل 6 كربون. نربط دي تاني، يعني شايف الجنرال فورمولا دي؟ الان هنا عندي دي، الان دي يبقى بتبقى من 3 ل 6 تمام؟ بس يعني ما ينفعش اقول هنا 7، لا مفيش حاجه اصلا اسمها كده.
تمام؟ وما ينفعش اقول 2، مفيش حاجه اسمها كده، هي من 3 ل 6 تمام؟ من 3 ايه؟ ل 6 اتوم. يبقى انا عندي من سي 6 اتوم اللي هو او من سي 6 كربون. ليه؟ لان انا بتكلم عن الكربون، والكربون دي اتوم ولا مش اتوم؟ اتوم ماشي، حتى مش اتوم يبقى اسمها اتوم تمام؟ يبقى نفهم ان طبعا دي اتوم، بهزر يعني ها، بس عامه دي اتوم ودي اتوم ودي اتوم، وقلنا ان الاتومز دي مع بعضها بتعمل لي مولكيول اللي هو ايه؟ ده مولكيول. ما ده مولكيول، فالمولكيول الواحد ده بيكون من 3 6 كربون تمام، او من 3 6 ايه؟ اكسجين. او ممكن اقول لك ايه؟ ها ممكن اقول لك ايه بقى؟ اقول لك من 6 ل 12 هيدروجين، صح؟ مش هي هي؟ هي هي، ما انا ما بتضامن بقى، ما افهمها بقى انت، مش كل حاجه هشرحها لك. طيب ببساطه كده احنا كده فهمنا الاستراكشر. طيب الدايا ساكرايد، الدايا ساكرايد بيقول لك هي عباره عن 2 مولكيول اوف ايه بقى؟ اوف مونو ساكرايد، اوف مونو ساكرايد تمام؟ تمام. يعني اكتبها ازاي؟ يعني مثلا واحد مولكيول من المونو بلس واحد مولكيول من المونو هيديني الدايا. يعني لو جبت 2 مونو ساكرايد هيبقى هيديني دايا ساكرايد. شفت بسيطه ازاي؟ وطبعا كل مونو ساكرايد لازم يكون من 3 6 كربون او من 3 6 اكسجين او من 6 12 هيدروجين. مش لازم بقى افصلها لك، عايزك دماغك تبقى في حته عاليه بقى شويه ايه، بس هنضربها واحده واحده تكون هي بتفكر في حته عاليه. المهم عشان النظام الجديد والاسئله يعني. المهم نفهم كده ان انا عندي ان دايا ساكرايد عباره عن 2 مولكيول، لكن النص ساكرايد 1 مولكيول. طيب 1 مولكيول هنا قلنا من سي 6 كربون او سي 6 اتوم يعني للكربون. طيب والدايا ساكرايد ها 2 اوف مونو ساكرايد، هي دي الدايا ساكرايد. 2 دايا ساكرايد عباره عن 2 مونو ساكرايد. طب الكومبلكس، الكومبلكس ها ميني كم، على فكره اسمها كومبلكس شوجرز او اسمها بولي او ليها اسم ثاني اسمه ايه؟ اسمها بولي ساكرايد، اسمها بولي ساكرايد. طبعا كلمه بولي كتير، ولو تفتكروا بوليمر ومونيمر صح؟ ما بولي معناها كتير، وموني موني ايه؟ بولي معناها كتير، ومونو معناها قلنا ايه؟ واحد. عشان كده قلنا مونو يعني مونو ساكرايد يعني واحد، وهي مونيمرز يعني مونيمرات وحيد صغيره كده. وقلنا البوليمر معناها حاجه كده كبيره محترمه، وبولي ساكرايدز عشان هي بولي عشان هي كتيره تمام، اللي هي هي كومبلكس شوجرز هي البولي ساكرايدز تمام. طبعا بتبقى في ميني ها ميني مولكيول، ام دي يعني مولكيول. بنوفر بس مساحه عشان ان شاء الله برضو تكبر معانا برضو باذن الله بعدين يعني. بنوفر ايه؟ مساحه. يبقى نفهم ان الكومبلكس هي عباره عن ايه؟ ميني ها ميني مولكيول، ام دي مولكيول مش ماكدونالدز ما عليك. طيب يبقى عندنا الاستراكشر بتاع الكومبلكس شوجرز بنقول عليها ان هي ميني ايه؟ ميني مولكيولز تمام؟ اوف ايه؟ ها؟ اوف مونو ساكرايد. يبقى ميني مولكيولز اوف مونو ساكرايد تمام؟ طيب ناخد بقى اكزامبلز، وركز معايا في الاكزامبلز عشان محتاجه تركيز وحفظ وفهم، محتاجه كل حاجه مع بعض. طيب ايه هي الاكزامبلز اللي عندنا؟ اول حاجه جلوكوز، تاني حاجة عندنا طيب الجلوكوز ده هو بنقول عليه الجراب شوجر، بنقول عليه ايه؟ الجراب شوجر. يعني ايه جراب شوجر؟ يعني سكر العنب، بنقول عليه جراب شوجر، والاس دي معناها شوجر عشان برضه هنوفر يعني معلش. تاني حاجة عندنا ها الجالاكتوز، ومش مهم نقول عليه هو بتاع ايه، بس دي هو هقول لك دلوقتي الجالاكتوز. وبعد كده عندنا الرايبوز تمام، وبنقول عليه بنتوز شوجر. مش بنتوسز هي، يو مش مهم. كده ايه بنحددها اكتر مع بعض. المهم اخر واحد اللي هو
الفركتوز بنقول عليه ايه؟ الفروت شوجر. الفروت ايه؟ شوجر. يعني هو الفروت. قفلت انا البتاع ده بدري، انا سكت كتير. ها طيب تهربش، مش عايز، هو مش عايز يعلم عليها. المهم نفهم بقى اللي انت كاتبه ده يا مستر على البورد واحده واحده. عندنا الاكزامبل بتاعت المونوساكرايدز، عندنا الجلوكوز والجالاكتوز والرايبوز والفركتوز. طيب عشان تبقوا عارفين، عشان انا ممكن انسى اصلا، كل دول 6 كربون ما عدا مين؟ ما عدا المعلم الرايبوز ده، ده الوحيد نعلمه بقلم مختلف بقى، يعني صارفين برضو احنا على الاله اهو. طيب الرايبوز ده الوحيد اللي 5 كربون، طب ليه؟ احنا بنقول على الرايبوز ده بنتوز شوجر. بنتوز شوجر او بنتوز شوجر، كلمه بنتا، بنتا باللاتيني معناها خمسه، تمام؟ حتى احنا هنا بنقول عليه ان هو، انا فين؟ انا فين ايه؟ انا اهو. قلنا لما احنا حملنا كده اهو، اهو 5 كربون و5 اكسجين، هو ده الرايبوز. ليه؟ ان قلنا الرايبوز او رايبوز شوجر هو عباره عن، بنقول عليه بنتوز شوجر. بنتوز دي معناها ايه شباب؟ يعني معناها خمسه. خمسه ايه؟ خمسه كربون. موضوع بسيط اهو، بنتا باللاتيني معناها 5، اوكي؟ عشان كده عليها بنتوز شوجر. طيب تعالوا بقى نخش على الباقي. قلنا الجلوكوز والجالاكتوز والفركتوز دول كلهم عباره عن 6 كربون، يعني دوت كده ممكن يبقى جلوكوز، ممكن يبقى فركتوز، ممكن يبقى لاكتوز، اسف لاكتوز اسف، ممكن يبقى جلوكوز، ممكن يبقى جالاكتوز، ممكن يبقى ايه؟ ها فركتوز. يعني ما ينفعش يبقى جلوكوز بس، لا تمام، ممكن يبقى ايه؟ زي ما قلنا اي حاجه من الثلاثه التانيين دول. طيب كده احنا فهمنا مع بعض. اول حاجه الجلوكوز بنقول عليه حاجه اسمها جراب شوجر. يعني ايه جراب شوجر؟ هو موجود اكتر في العنب، العنب ده اكتر سورس لمين؟ للجلوكوز، عشان كده عليه ايه؟ جراب شوجر. طيب الجالاكتوز، الجالاكتوز ده موجود في الجلانس تيم برودكتس للميلكس، يعني الغدد اللي هي بتطلع لي اللبن هي ده موجود فيها الجالاكتوز، تمام؟ فبالتالي طبعا موجود في مين؟ ها الطفل بيرضع يعتبر الجالاكتوز بالذات، عشان هو موجود في الثدي بتاع الام اللي بيترضع بيه بنتها، بنتها او ابنها يعني بيترضع بيه. فبالتالي ده موجود فين؟ في الغدد المنتجه ها للحليب. طيب بعد كده عندنا الرايبوز، وعندنا قلنا الرايبوز اتكلمنا عنه، بعد كده اتكلمنا عن الفركتوز. الفركتوز هو عندي اسمه الفروت شوجر، يعني موجود اسمه سكر الفواكه. ليه؟ لان الفركتوز ده موجود بكميه كبيره في الفواكه، فبالتالي بنقول عليه ايه؟ الفروت شوجر. هو هو اسمه ايه؟ الفركتوز او الفركتوز، مش هتفرق يعني انطقها زي ما تنطقها، بس المهم انك تحفظها يعني، ماشي؟ عشان عارف ان يطلع ناس اسمهاش فركتوز، اسمها فراكتوز، اسمهاش ميتوكوندريا، اسمها ميتوكوندريا. انا عارف هي كده او كده، مش مهم، المهم انك تحل. طيب الدايساكرايدز، الدايساكرايدز هي عباره عن قلنا ايه؟ تو مونوساكرايد. يعني المفروض كده، المفروض يبقى انا عندي حاجتين من دول هتطلع لي ده، صح؟ مش دول مونوساكرايدز، يبقى حاجتين من دول هتطلع لي هنا، وده اللي هيحصل فعلا. يعني انا عندي اول حاجه لو عملت جلوكوز مع جلوكوز هيديني حاجه اسمها ايه؟ اسمها ها مالتوز. طيب تاني حاجه، طيب عشان برضو ايه، عشان ما نعرفش الاماكن هتكفي ولا لا، ايه هو المالتوز دوت؟ المالتوز ده اللي هو المالت شوجر، طيب. تاني حاجة عندنا لو جلوكوز مع جالاكتوز هيديني حاجة اسمها لاكتوز شوجر، واللاكتوز ده اللي هو الميلك شوجر. طبعا لو في مكان اكتب شوجر بس برضه هنوفر، معلش. طيب ثالث حاجة عندنا اللي هي لو قلنا جلوكوز مع فركتوز هيديني حاجة اسمها ساكروز شوجر، آسف دي حاجة اسمها ساكروز بنقول عليه كان شوجر. ساكروز بنقول عليه ايه؟ كان شوجر. هو مفيش مكان، فممكن اكتب هنا ايه؟ كان شوجر، اسمه كان شوجر. واحدة واحدة.
هتلاحظ في قبل ما اتكلم ان الجلوكوز دايما ثابت، يعني انا عندي دايما جلوكوز اهو وجلوكوز وجلوكوز، صح؟ انت الحاجه ملاحظها، اتمنى تكون لاحظتها. يعني يبقى جلوكوز دايما ثابت عندي في الفورميشن بتاعت الدايسكرايد. طيب ممكن بقى جلوكوز يبقى معايا جلوكوز نفسه فيديني حاجه اسمها المالت شوجر او اللي هو المالتوز. المالتوز هو مالت شوجر، يبقى جلوكوز مع جلوكوز يديني مالت شوجر اللي هو المالتوز. المالتوز ده يا شباب ايه هو؟ الشعير، موجود في مشاريب الشعر اللي هي الشعريه زي البريل، وطبعا زي استغفر الله العظيم بقى البير والواين والحاجات دي استغفر الله فيها ايه، موجود في المنكرات، يعني هو ايه المالت شوجر اللي هو سكر المنكرات، ماشي؟ طيب الجلوكوز والجلاكتوز ها بيديني حاجه اسمها اللاكتوز. اللاكتوز ده سكرايد، صح؟ اللاكتوز ده بيقول ايه ميلك شوجر، لان هو موجود في كل الميلك برودكتس اللي هي منتجات الالبان زي الجبن اللبن، هو عشان كده اسمه ميلك شوجر، موجود في منتجات الالبان. طيب لو جلوكوز حصل كومبينيشن بين جلوكوز وفركتوز او فركتوز هيديني ايه؟ سكروز. السكروز ده اللي هو بنقول عليه حاجه اسمها الكان شوجر، وبنقول عليه برضه تيبل شوجر. طب ايه الكان شوجر؟ كان شوجر هو سكر الاصل. بنقول عليه تيبل شوجر ليه؟ ان ده ناس كتير كتير فاكرين ان السكر اللي بنحطه في المطبخ ده على الشاي والسكر والنسكافيه ده سكر جلوكوز. احبك يعني اصدمك واقول لك ان ده هو ده السكروز، يعني وصل لك ده السكروز. ليه السكروز هو اللي انت تحطه في المطبخ على الاسم ده اسمه تيبل شوجر؟ لان ده هو احنا بنستخدمه في البيوت، هو السكروز مش الجلوكوز، تمام؟ طيب اتمنى تكون يعني ايه الصدمه دي بعد ما تفوق منها تبدا تكمل الفيديو. نبدا مع بعض نكمل نخش على الكومبلكس شوجر. طبعا الكومبلكس شوجر مع ميني اوف ميني ايه، ميني اوف ميني ايه، ميني اوف ماي اوف مونوساكرايدز. ايه هم بقى عندنا؟ عندنا مثلا زي الستارش وزي السيلوز وزي ايه تاني يا ربي، زي الجلايكوجين. طيب انا هتكلم عن الستارش والسيلوز دول، هتكلم بصوا انا هتكلم عليهم هنا ان شاء الله، يعني ايه افتكر يعني هتكلم عليهم هنا عشان نخليها في الاخر الايه الحته دي عشان ممكن نتكلم بره المنهج شويه شويه، يعني حاجه بسيطه. طيب المهم دلوقتي احنا كده فهمنا، احنا كده فهمنا المفروض ان انا عندي سيمبل شوجرز وعندي كومبلكس شوجرز او بولي ساكرايدز، تمام؟ السيمبل يا اما مونو يا اما دايا، مونو ساكرايدز او دايا ساكرايدز. المونو ساكرايد دي بتبقى عباره عن 1 مونيمر، 1 ايه 1 مونيمر. طيب 1 مونيمر ايه؟ اسف 1 مولكيول، تمام؟ 1 مولكيول ده المولكيول بيبقى عباره عن 3 6 ايه كربون اتومز، تمام؟ وقلت لك بقى العب بقى اللعبه اللي انت هتخليها 3 6 كربون اتوم او 6 6 اكسجين او 6 12 هيدروجين، المهم انت كنت فهمت الاساس ايه. طيب وقلنا الدايساكرايد هي عباره عن 2 مولكيولز اوف مونو ساكرايد. وقلنا الاكزامبلز دي لان هي هتبقى تعتبر حفظ، انا حاولت افهمها لك بس انا اسف هي فعلا عايزك تحفظها، وشرحت لك كل الكلام ده سريعا سريعا. يعني قلنا ان احنا عندنا من الاكزامبلز زي الجلوكوز اللي هو جراب شوجر او الجلاكتوز او الرايبوز او الفركتوز، وقلنا ان الجراب شوجر اللي هو سكر العنب، وقلنا ان الرايبوز دوت اللي هو البنتوز، وقلنا كلمه جايه من بنتوز شوجر او اللي هو ليه جايه من الكلمه دي ان هو بنتوز معناها جايه من بنتا، بنتا دي باللاتيني معناها 5، عشان كده هو السكر الخماسي الوحيد اللي فيهم كلهم ايه 6 كربون. قلنا الفركتوز اللي هو الفروت شوجر موجود في الفواكه بنسبه كبيره، وبعد كده دخلنا في الدايساكرايد قلنا اول حاجه سكر المنكرات اللي هو مالت شوجر اللي هو سكر الشعير، موجود في المشروبات الشعيريه اللي زي استغفر الله العظيم زي ما قلنا، وطبعا زي الحاجه الوحيده الحلال البريل، عايز تذوقه مر شويه هو ده. بعد كده دخلنا في اللاكتوز، وقلنا ان اللاكتوز ده موجود فين؟ في الميلك برودكت زي اللبن اللي انت بتشربه المفروض يعني، وزي الجبن اللي انت بتاكلها. بعد كده دخلنا في مين؟ في السكروز اللي هو الكين شوجر اللي هو ده ممكن نقول عليه سكر الصدمه، اللي انت كنت طول عمرك فاكر ان الجلوكوز ده هو التيبل شوجر او اللي هو الاساسي انت بتاخده في بيتك، لا التيبل شوجر عندنا هو السكروز شوجر، هو الاسف كان شوجر اللي بنقول عليه هو السكروز شوجر هو كان شوجر بس انا ايه المهم يعني ايه اللي انت بتحطه في البيت عندك على اي حاجه ده هو السكروز، تمام؟ مش الجلوكوز. بعد كده دخلنا قلنا ستارش والسيلوز والجلايكوجين، ده قلنا نتكلم عليهم مع بعض في الامبورتانس اكتر يعني.
وقلنا ان الكوميك شوجر هي عباره عن ميني اوف ايه اوف مونوسكرايدز. كل دول عباره عن ايه؟ عباره عن مونيمرز اللي هي ايه مونوسكرايد اللي بيزاد بقى جلوكوز. اتمنى اكون فهمنا. طيب نبدا مع بعض في بريبيرتس. سهله قوي ان شاء الله. اول حاجه تاني حاجه لا إيه إيه نبدا مع بعض واحده واحده. اول حاجه في البريبيرتس بتاعتنا في السمبل شوجرز ان سواء كانت مونو او ضايه لان هي سمبل شوجرز. لو انا جيت سالتك عن التيست بتاعها الطعم بتاعها قبل ما تجاوب هتقول لي انا ما اعرفش يعني بتعرفش الفروت. مش احنا عندنا فروت شوجر زي الفروكتوز صح؟ طيب مش احنا عندنا برضو لو احنا نتكلم ده سيمبل شوجر كنا مثلا في الدايا كنا كده في المونوساكرايد كده في الدايا ساكرايد مش احنا عندنا ساكروز اللي هو كان شوجر اللي هو سكر القصب فطعمها ايه يعني بعد كله انا حاولت بحاول امهدها لك طعمها ايه؟ حلو صح؟ يبقى هاف سويت تيست هاف ا سويت تيست. طيب تاني حاجه لو احنا هنقول هو يا ترى يبقى سولوبل ان ووتر ولا ان سولوبل ان ووتر بيدوب في ميه ولا بيدوبش؟ ها يعني برضه همهدها لك. انت لو جبت السكر اللي في المطبخ اللي هو المفروض ان هو ساكروز تمام وجبته كده حطيته في ميه وقلبت هيدوب ولا مش هيدوب؟ انا مش دعوه انت تحط نص كيلو سكر وتقول ما بيدوبش لا هو المفروض انت لو قلبته هيدوب فبالتالي هو ايه؟ ها سولوبل ان ووتر. اخر حاجه الموليكولار ويت او الوزن الجزيئي. لو انا بتكلم عن السمبل شوجر سواء كانت مونو او ضيبي هي عباره عن موليكيول او تو موليكيول يعني في الاخر الموضوع بسيط بيتلم يا اما 1 يا اما 2 لكن تعالى في البوليساكرايد ميني صح؟ فلو جبنا الموليكولار ويت يعني لو عملنا كومبريشن كده بتوين السمبل والايه والكومبلكس ده 1 او 2 ده ميني فالموليكولار ويت اكيد هنا هيبقى ايه؟ لو صح يبقى هاف لو من الفكره دي يعني انا بحاول احللها لك من الاخر تمام بس اتمنى تكون فهمت ان هو فعلا هنا يا اما بس بملكيه متملكيه ففي الاخر في الاخر مهما كان يبقى هاف لو مولكولار ويت تمام. طيب هنا بقى العكس يعني دونت هاف سويت تيست هنا مفيش سويت تيست ليه؟ الستارش مثلا الستارش ده اللي هو النشا النباتي جرب كده جرب تجيب ستارش من عند عمه بتاع العطار وتحطه في ميه شوف كده طعمه حلو لا طعمه مش حلو وبيدوبش في الميه انا غششتك بس انا هكمل لسه. ناخد نفس المثال عشان ايه يبقى اتنين مع بعض. اولا هتلاقي النشا دي من عند عمه العطار النشا الخام دي ما بتدوبش في الميه صح؟ دي اول حاجه. تاني حاجه طعمها مش حلو وبرضو الستارش مثلا عندنا اكزامبلز مثلا زي الشوفان. الشوفان طعمه حلو مين يحب ياكل شوفان؟ غصب عنك لما بتعمل ريجيم بتاخده صح؟ فبالتالي هو طعمه مش حلو صح؟ يبقى عندنا زي قلنا زي الشوفان وزي الستارش. الستارش يا شباب منها الشوفان، الشوفان ده من الستارش اصلا عشان تبقوا فاهمين يعني. بس انا عايزك تسال نفسك سؤال وان شاء الله هحاول اعمل فيديو عنه بعدين يعني ازاي انا قلت لك الستارش الستارش المفروض ان هي بتتخن زي الباستا وازاي الشوفان من الستارش بيخسس. دي حاجه مهمه بقى ان شاء الله دي يعني ايه فيديو بره المنهج كده هنتكلم فيه بعدين. طيب ثالث حاجه عندنا ايه تاني؟ هنفتكر ان شاء الله. قلنا المولكيولار ويت يبقى هنا ايه قلنا؟ هاي مولكيولار ويت اهو هاي مولكيولار ويت لان هي اسمها مولكيولز ميني في كتير لكن ده جاست 1 او 2 يعني في السمبل صح؟ كده احنا ايه اتكلمنا عن السمبل والكومبلكس بكل حاجه فيها بالستراكشر بالاكزامبلز بالبروبرتيز يعني تمام مش ناقص غير ان اجيب وجبه باكلها قدامكم. رول اوف مونوساكرايدز ان انرجي برودكشن بروسيس ان ليفنج اورجانيزمز يعني ايه الكلام ده كله؟ واحده واحده. انت بتاكل صح؟ بتاكل عشان ليه بتاكل؟ احنا بتاكل عشان تعيش سيبك انك بتعيش عشان تاكل لا انت بتاكل عشان ايه؟ عشان تعيش عشان انت لو ما اكلتش هتحس انك مهبط صح؟ هتحس انك تعبان.
في الغالب الناس بتقول لك ايه اشرب عصير. ليه؟ لان العصير ممكن يبقى مثلا يبقى فيه جلوكوز او سكروز، فبالتالي فيه سكريات، صح؟ فده هتديك انرجي. طيب انت بيكلمك عن المونوساكرايد، عن الجلوكوز بالذات. الرول اوف مونوساكرايد سواء كان جلوكوز او فروكتوز او مهما الى كده من الحاجات دي، مثلا جبت عنب وكلته هتحقق. انت لو انت مهبط لو كلت عنبايه اللي هو فروت شوجر، تمام، اسف اللي هو الجراب شوجر، تمام، لو كلت عنبايه تبقى كويس. كلت فاكهه مثلا مهما كانت برضه هتبقى ايه لحد ما بقت تتفوق شويه لو انت مهبط. طيب نبدا نفهم اكتر مع بعض، احنا عايزين نتكلم عن ايه رول اوف مونوساكرايد، ايه ان ايه برودكشن، اسف ان انرجي برودكشن انسايد ذا ايه انسايد ذا سيلز. طيب نعرف في الاول ان انا عندي مثلا جلوكوز. الجلوكوز ده عباره عن كربونز، تمام، والكربون دي في منها تشين بتوين مثلا الهيدروجين والاكسجين. بيحصل ايه عندي؟ بيحصل ان انا بيحصل بروكن، عشان بيحصل تكسير لمين؟ الكربون عشان ياخد الانرجي. طيب التكسير اللي بيحصل ده بيطلع عنه حاجه اللي هي الانرجي، صح؟ الانرجي دي ما بتجيش كده لوحدها في السيلز، لا، بتيجي حاجه اسمها الاي تي بي، حاجه اسمها الاي تي بي اهو، اي تي بي بتبدا تاخد الانرجي دي، تمام، وتوديها فين؟ توديها في البليسز انسايد ذا سيل اللي ريكواير انرجي. يعني ايه الكلام ده؟ ببساطه انت اكلت سكر، حاجات مسكره، انت مهبط محتاج السكر ده، جسمك محتاجه. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان في الانرجي برودكشن انسايد ذا سيلز بيحصل ان الجلوكوز ده بيتكسر، صح؟ بيطلع عندي انرجي. انرجي دي انت جسمك محتاج. طب ايه اللي في جسمك؟ انت مثلا بتلعب رياضه، مثلا انت ممكن تكون بتلعب رياضه فجالك شد عضل. ليه مثلا؟ ان جسمك محتاج طاقه، مش شد عضل، انت جسمك مش متعود على المجهود ده. ممكن يكون جسمك عضلات دي محتاجه تتغذى، محتاجه انرجي. فبالتالي هتروح ازاي الانرجي دي ليها؟ عن طريق الاي تي بي. الاي تي بي بتاخد الانرجي دي بتوديها للبريسس انسايد السيل اللي محتاجه الانرجي دي، يعني على حسب السيل ريكوايرد، حسب السيل ريكوايرمنت، يعني حسب حاجه الخليه. فبتاخد الانرجي دي بتوديها الاماكن اللي محتاجه طاقه، فين؟ في الخليه. طيب ده انا عايزك تفهمه. طب يعني هل لازم تكون مهبط طب تاكل جلوكوز؟ لا، في حاجه برضه لو انت فاهمها، انت ممكن اصلا من غير ما تاخد، انت لو مهبط جسمك يعني ايه؟ بص احنا فاهمين المفروض ان في حاجه اسمها ستارش، تمام، انت اكلت حاجه ستارش مثلا جسمك خزنها، تمام، انت مهبط، انت لو صبرت شويه ممكن جسمك يبدا يحرق منها، بس جسمك ما بيحبش يعمل كده. جسمك في الغالب بيحب ياخد السكر. ليه؟ لان عشان يحول الكومبلكس مثلا الستارش ده خلي بالك مش ده عباره عن ميني جلوكوز، عشان يحوله لمونو محتاج اصلا انرجي عشان يحوله من ده لده، وبعد كده هيكسرها، تمام، عايزين انرجي عشان يقدر يكسرها، عشان ما كده يطلع له الانرجي بتاعته، يطلع انرجي الجسم ياخدها. فالجسم بيقول لك انا بكسل لسه، زي ما انت كده بالظبط بتقول ايه، انا لسه هنزل واروح، هتجيلي وانا جاي، جيلي على الجاهز، صح؟ دي نفس الفكره، دي نفس الفكره بالظبط. جسمك كده انا لسه هكسر وهعمل عشان اكل واخد طاقه، لا طب ما انت بتديني جلوكوز على طول، ولو خدت بزياده يبدا الجسم يخزنه على هيئه ايه؟ جلايكوجين، لو انت بني ادم يعني على هيئه جلايكوجين، تمام؟ عايز تكون فهمت النقطه دي، تكون ايه فهمتها. طيب يبقى الفكره بس كلها ان احنا عايزين نعرف ان الجلوكوز بيحصل له ها بالجسم بيكسر الجلوكوز ده ويبدا يطلع انرجي، تبدا الاي تي بي تاخدها توديها لمين؟ اي تي بي دي اللي هي مركبات نقليه للطاقه، المفروض اللي هو اي تي بي ادينوزين ترايفوسفيت اسمه كده، بيبدا يوديها لايه؟ للاماكن في الخليه اللي محتاجه الانرجي دي. طيب كده احنا فهمنا المفروض الكلاسيفيكيشن، ايوه فهمناها ان شاء الله، والرول اوف مونوساكرايد ان ايه؟ برودكشن انرجي ان ذا سيل. وعندنا على كده ريجنز، عندنا ايه؟ ريجنز، ايه الريجنز اللي عندنا؟ عندنا حاجه اسمها بلو بندكت. اول حاجه عندنا حاجه اسمها بلو بندكت، تمام، وتاني حاجه اسمها عندي الايودين.
بص بقى البلو بندكس ده بنحتاجه ليه؟ عشان نعمل حاجه. يعني دلوقتي راجل عايزين نعرف هو عنده سكر ولا ما عندوش سكر، فبنبدا ناخد عينه منه سواء كانت بلاد او يورين، يعني كانت دم او بول، ونحط عليها بلو بندكس ده. لو تحول هو بلو بندكس يعني هو لونه ازرق، لو تحول لونه من ازرق لاورنج يبقى بالتالي ده عنده في سكر، في سكر في الدم او فين في البول، يعني في يورين او في بلاد. اوكي طيب يبقى ده بيبقى عباره عن ريجن. لو تحول لونه، لو تحول لونه من بلو لاورنج ايه ده، بالتالي كده الراجل ده عنده سكر. تمام طيب الايرن سوليوشن، لو انت مثلا عايز تعرف الاكل ده فيه ستارش ولا لا بتستخدم الريجن ده اللي هو اسمه ايرن سوليوشن. لو تحول لونه بقى هو العكس، لو تحول لونه من اورنج لبلو يبقى بالتالي كده ها عنده في عنده ايه في كده ستارش في الاكل. تاني انا عندي بلو بندكس هو وصل لونه بلو، لو انا حطه مثلا على اليورين او بلاد وعشان عايز اعرف فيه شجر ولا لا، لو تحول هو اسمه هو بلو، لو تحول لونه من بلو لاورنج كده المفروض فيه شجر. تمام طيب لكن الايدين سوليوشن دي بكشف عنها عن ايه، عن الستارش. لو حطيتها مثلا في الاكل ولونه واللون ده تحول، هو الايدين سوليوشن ده لونه اصلا لونه اورنج، لو تحول لون الاكل ده من اورنج لبلو يبقى كده في ايه، كده في ستارش. الموضوع سهل وبسيط في الريجنز دي. طيب ناخد بقى الامبورتنس اخر حاجه عشان الواحد تعب، هنبدا نتكلم عليها سورس اوف انرجي. الانرجي انا عندي اول امبورتنس للكربوهيدرات هي فاست سورس اوف انرجي، انت اسرع مصدر تاخد منه الانرجي بتاعتك هو الكربوهيدرات. هنعرف ان الليبيد ممكن تديك انرجي برضو، بس انت جسمك بيفضل مين؟ بيفضل الكربوهيدرات. تمام طيب يبقى اول حاجه في الامبورتنس ان هي ها فاست سورس اوف ايه اوف انرجي. طيب تاني حاجه عندي ستورينج نبدا بالهيومن. بص بقى بيحصل، احنا قلنا ان انت مثلا بتاخد جلوكوز صح؟ طيب انت بتاكل خدت جلوكوز اكتر من جسمك محتاجه، يعني انت عمال تاكل وبزياده جسمك مش محتاج جلوكوز ده، هيحصل ايه؟ ببساطه كده بملخص الموضوع ان انت جسمك يبدا يعمل ستورنج للجلوكوز ده، ما هو مش عايزه هيوديه اصل هو مش هيرميه، هو بيعمل حسابه ان انت الايه يعني هتحرمه من اكل بعدين، لازم جسمك متعود متكيف على الاسترافيشن على المجاعه. فايه اللي بيحصل؟ فيبدا ان هو يخزنه. فيخزنه ازاي؟ يبدا يخزنه على هيئه حاجه اسمها جلايكوجين. الجلايكوجين ده اهو صح؟ كومبلكس شوجر والله جلايكوجين. قلنا ان الجلايكوجين ده كومبلكس شوجر بيبقى عباره عن ميني ها سمول مولكيولز اللي هو الجلوكوز. تمام؟ طيب يبدا جسمك يخزن الجلوكوز اوفر ده على هيئه جلايكوجين. طب انت برضو كلت كتير جسمك بقى مش محتاج اصلا جلايكوجين، حاجه مش في المنهج تبقى انت عارفها، يبدا يحول الجلوكوز ده لحاجه ثانيه ليبيدز، بيحولها ليبيدز بقى بيحولها لدهون. الدهون دي بقى هي بتتراكم بقى في اماكن جسمك المختلفه، بطنك بقى يبقى عندك كرش، في خدك يبقى عندك فخاد، فاهم؟ اماكن بقى ثانيه في الجسم بقى مش مهم، المهم ان هو يبدا ان هي ايه تخزن في اعضاء جسم مختلفه. فغالبا برضو ممكن تتخزن في تبقى موجوده في القلب، تبقى في الكبد، في على الرئه، في دهون ممكن تكون موجوده في الجسم كله مش شرط الشكل الظاهري بس، ممكن تكون جوه جسمك. دي حاجة مهمة جدا تبقى انت عارفها، الناس اللي بتاكل سكر كتير، معلومة كده دلوقتي بره المنهج كده سريعة، اللي بياكلوا سكريات كتير بيتخن. كان سكر كتير بيحصل ايه؟ بيتخن. طيب بعد ما بيتخن، هو بعد ما كان سكر كتير بيتخن، السكر الاوفر ده بيحصل بيطلع عندك من جسمك حاجة اسمها انسولين. الانسولين ده وظيفته الأساسية ان هو يبدأ يخزن السكر ده فين؟ في الجسم، عشان ما يبقاش اوفر في الجسم. فيبدأ الانسولين ده مش قادر يعمل كده، مش انت عملت تديله كميه مش طبيعيه والبنكرياس مش قادر يطلع انسولين يعمل القصه دي ان هو يخزنهم على جنب الجلوكوز اللي انت عمال تاكله اوفر ده. فيبدا ايه اللي يحصل؟ يبدا بعد الشر الراجل طبعا اول حاجه بيتخن طبيعي، لان هو بيحصل ايه؟ الدهون دي بتتراكم عنده، وفي نفس اللحظه يجيله سكر. يجيله سكر ليه؟
لان هو عمال ياكل سكريات كتير. الانسولين مش قادر ان هو يعني يمشي يواكب الموضوع، مش ملاح على السكر انت بتاخده. فالسكر في الانسولين بيبدا كفاءته تقل، فيبدا السكر عندك يزيد في الدم فبيجي لك سكر. اول نقطه. بس دي بيحصل ناس ايه اللي بتاكل اوفر، عندها سمنه تمام. طيب فهم جالهم سمنه ازاي بقى؟ عشان نفس الموضوعين اللي ليهم علاقه ببعض. بيحصل ان انت كلت سكر زياده، جسمك بيحول جلايكوجين، كلت اوفر اصلا عن الجلايكوجين اللي جسمك بيقدر يخزنه، ان برضو الجسم ليه كميه معينه من الجلايكوجين يقدر يخزنها، فيبدا ان هو يخزنها باماكن مختلفه بقى. زي ما قلت لك اعضاء الجسم مختلفه، بطنك كرشك، هو كرشك بقى بطنك، اكيد يبدا في رجلك فيعمل فخاد ماشي اماكن جسم مختلفه، وفي القلب، وفي القلب يبدا برضو في دهون في القلب، بس هاي بقى كوليسترول، فيبدا ان الراجل ده يجيله ضغط برضو، يعني بقى عنده بسبب السكر ده، بسبب السكريات الكتير دي جاله سكر، جاله بقى عنده سمنه، جيله القلب. القلب يجيله ليه بقى؟ لان الدهون دي بتعوق الدم، بتعوق ايه؟ بتعوق الدم ان هو يمشي، فالدم مش عارف يمشي في الشريان او في الوريد. يعني انا عندي اجيبها لك منين مثلا، اهو عندي مثلا ده الفين او ده مثلا الفين او الارتري، بس في الغالب هنتكلم عن الارتري يعني. طيب ودي مثلا هي ايه؟ اها شايف دي كده، دي كده حضرتك الايه الكوليسترولات او اللي هي الدهون الضاره موجوده في الايه في الفينز او الارتري. فيبدا الدم يا معلم ماشي اهو، الدم ماشي اهو، مش عارف يعدي. بالذات بقى دي لو كتير، ما هي مش شرط تبقى فوق بس، هي ممكن تبقى تحت كمان صح اهو. فبالتالي ايه عايز يعدي مش عارف. فبيحصل ان القلب بيضغط، ضغط الدم بيعلى. ليه ضغط الدم بيعلى؟ المعنى ده كلمه ضغط بيعلى ان هو القلب عمال يضخ دم زياده عشان يعدي حضرتك من الدهون القرف اللي انت عملتها في جسمك دي. فيبدا ان الضغط القلب بيزيد، ضغط طبعا بيعلى. طب وده معناه ايه برضو؟ ان عضله القلب بتضعف. ليه؟ لان ضغطك عالي كتير فقلبك بيضعف. كل ده علاقه ببعض. وشفت ازاي سكريات كتير تجيب لك سمنه، تجيب لك سكر، تجيب لك ضغط، تجيب لك قلب. يلا ربنا يعافينا كلنا. بس دي ايه مع ملحوظه كده قلت اقولها في النص كده ايه سريعه. طيب نبدا نكمل مع بعض. الانرجي قلنا ان امبورتانس للكربوهيدرات ان هي انرجي، فاست انرجي سورس للجسم كله اساسا. وبيحصل ستورينج لو انت هيومن، قلنا بيحصل على هيئه جلايكوجين. لو انت بلانت او تاكيد هيومن قصدي يعني في بلانت بقى، في بلانت بيتم ازاي؟ بيحصل على هيئه جلايكوجين. اسف هيئه ستارش بقى كده احنا فهمنا الجلايكوجين. برضو البلانت يبدا ان هو اصلا البلانت حاجه اسمها اوتوتروفيك، اوتوتروفيك اورجانيزمز يعني، او اسف هو اسمه اوتوتروفس، اوتوتروفس يعني هم كمان بتقدر تعمل اكلها بنفسها. ازاي؟ ان هم ان هو عن طريق الفوتوسينثيز بيبدا يطلع جلوكوز. طب البلانت عمال يعمل فوتوسينثيز كتير بقى، مش محتاج كل الجلوكوز ده، فيبدا ان هو يعمل له ستورنج. يعني هيئه ستارش لم في حاجه اسمها بلاستيد، جرين بلاستيد، الجلازيد الخضراء. لما بقى بلانت يبدا ان هو يحتاج انرجي تاني، يبدا يطلع حول الستارش لجلوكوز، ويبدا يعمل من الجلوكوز ايه انرجي. زي ما فهمنا كده الرول ان ايه رول اوف مونوساكرايد انرجي بروتكشن بروسيس انسايد ذا سيل. تمام، يبقى كده فهمنا ان اللي يحصل ستورنج للجلوكوز في بلانت على هيئه ستارش، وفي هيومن على هيئه جلايكوجين. طيب نبدا نتكلم عن ايه تاني؟ عن اخر حاجه الا وهي السيلوز. بيعمل بيلدنج السيلز، يعني السيلز بيعمل بيلدنج للايه؟ مثلا للسيلز، يعني بالذات بقى السيل وول. يعني السيلوز ده اهو، مش ده فوق كومبليكس شوجر، بيخش في مين؟ في التركيب الاستراكشر بتاع السيل وول. تمام؟ بس كده يعني يعتبر ده اللي احنا المفروض نكون فهمناه سريعا عشان انا رغيت في اخر جزء ده. فهمنا ازاي بيحصل رول اوف مونو رول اوف مونو ساكرايدز ان برودكشن انرجي، او انرجي برودكشن اسف بروسيس ان ذا سيل. تمام، قلنا ان القصه كلها ان الجلوكوز عندي الجسم بيكسره بيطلع انرجي، اي تي بي بتاخد الانرجي دي على ظهرها زي الحصان كده، تبدا تروح اماكن الجسم المختلفه اللي عايزه انرجي دلوقتي. تمام، الريجنز عندنا بلو بيندكت وعندنا الايودين سوليوشن. قلنا بلو بيندكت ده بيتحول لونه من بلو اورنج لو في جلوكوز، والايودين سوليوشن ده لونه اورنج بيتحول لبلو لو في ايه لو في ستارشز. وقلنا الامبورتانس اول حاجه بتاخد انرجي. تمام،
هي اسرع مصدر قلنا فاست سورس اوف انرجي هو الكربوهيدرات. وقلنا بيحصل ستورنج للكربوهيدرات دي على اما لو في هيئه جلايكوجين وانت هيومن وانت اكيد ولو في بلانت بتبقى على هيئه الستارش. وقلنا السيلوز ده بيخش في بيلدنج للسيل وول موجوده فين؟ في السيل. تمام؟ طبعا في السيل بلانت او في بلانت سيل. تمام؟ تمام. اتمنى كده نكون فهمنا مع بعض. الموضوع بسيط سهل وان شاء الله هنكمل مع بعض باذن الله. واتمنى تكونوا فهمتوا النهارده معانا ان شاء الله في فيديو جديد مع ليسون جديد باذن الله قريب. مع السلامه.